الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية. مصر تعرب عن تعازيها في مقتل السفير الإيطالي بالكونغو الديمقراطية. مصر تعرب عن تعازيها في مقتل السفير الإيطالي بالكونغو الديمقراطية. موجز الأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات، خاصة على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية. ومن جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة، وذلك في إطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، أخذا في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي. تفقدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد اليوم مستشفى الكرنك الدولي في إطار متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر. ووجهت الوزيرة خلال التفقد بسرعة الانتهاء من توريد جميع الأجهزة الطبية واختبارها للتأكد من كفاءاتها، تمهيدا للتشغيل بالمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بالأقصر، والتي تضم 4 مستشفيات هم العديسات، حورس، إسنا المركزي، الكرنك الدولي، و42 وحدة ومركزا طبيا من إجمالي 7 مستشفيات و59 وحدة. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ضبط جرائم النصب الإلكترونية، وتهيب المواطنين تحري الدقة في الحفاظ على سرية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم. المزيد في سياق هذا التقرير. بعد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسؤول أحد البنوك بتضرر بعض عملاء البنك من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك وأنهم فازوا بجوائز مالية، ويطلب منهم بيانات بطاقاتهم الائتمانية لتحويل قيمة تلك الجوائز عليها، ثم يقوم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني. كثفت الإدارة من إجراءاتها وجهودها ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان بالمنيا اعترفوا بارتكاب عدد من وقائع النصب والاحتيال على المواطنين بهذا الأسلوب. ألف ألف مبروك لحضرتك يا مدام عبير، الشريحة بتاع حضرتك كسبت معانا 30 نقطة بقيمة 3000 جنيه. المطلوب من حضرتك لو هفعلك الهدية بتاع حضرتك على السيستم عندي فلوس كاش، يبقى لازم تقوليلي حساب جاري فند. سرقة بيانات الفيزا واحدة من الطرق المنتشرة في مجال النصب الإلكتروني. مش أي حد يكلمك ويقولك أنت كسبان معانا جايزة. هات بيانات الفيزا عشان أحولها لك عليه تصدقه. ده نصاب هياخد منك البيانات اللي بمجرد ما تديها له هتتفاجئ برسائل خصم من حسابك بعتها لك البنك. الأسلوب ده بيتمثل في أن المواطنين بيتلقوا اتصالات هاتفية من أشخاص بينتحلوا أن هم موظفين خدمة عملاء سواء لشركات اتصالات أو للبنوك المصرية، ويبتدي الأشخاص دولت يوهموا الناس أنهم فازوا بجوائز مالية، والأشخاص دي بتطلب منهم بيانات الخاصة بالبطاقات البنكية الخاصة بالمواطنين، وبالفعل بعد ما المواطنين يدلوا بالبيانات الشخصية الخاصة بهم لهؤلاء الأشخاص بيفاجئ المواطنين برسائل جايلهم على هواتفهم من البنك الخاص بهم بخصومات لعمليات شرائية تمت على شبكات الإنترنت. خلي بالك بيانات الفيزا كلها سرية، مش بس الرقم السري المكون من 4 أرقام، لا ده كمان بيشمل أي رقم على جسم الفيزا وأي كود البنك الخاص بيك بيبعتهولك في رسائل. والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
ظبطت في الفترة الأخيرة تشكيلات عصابية قامت بهذا الأسلوب الإجرامي، وتظبط معاهم المبالغ المالية اللي استولوا عليها والأجهزة اللي بيستخدموها في ارتكاب الوقائع. أو هتفرط في البيانات دي وتديهم لأي حد أو أي جهة، لأن حماية البيانات دي مسؤوليتك الشخصية وحمايتك تهمنا. تعرب مصر عن خالص التعازي وصادق المواساة في مقتل السفيرة الإيطالية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا تاناسيا، وذلك إثر هجوم شنه مسلحون على قافلة الأمم المتحدة، مع الدعوات بأن يلهم الله أسرته وذوي الصبر والسلوان. كان هذا موجز الخامسة مساء من تلفزيون النهار. دمتم بخير وإلى اللقاء.